السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ فنون. وصفة اليوم لحلوة سهلة وبسيطة اقتصادية وما تاخدش منكم وقت، تتحضر بسرعة بلا ما نطول عليكم. نخليكم تشوفوا الفيديو فرجة ممتعة إن شاء الله. لهذه الوصفة نحتاج 3 حبات من البيض، ضفت معهم رشة من الملح اللي هي ضرورية في جميع الحلويات، وملعقة صغيرة من لافاني، السكر عملت بالملعقة، 6 ملاعق من السكر لازم تكون هكذا مملوءة. نخلط كل شيء جيدا بالفوي حتى يذوب السكر. بعد ما يذوب السكر نضيف كأس إلا ربع زيت، هذا الكأس سعته 200 ملل يعني 150 ملل من الزيت. ندخل الزيت مع هذه المكونات حتى ينسجموا كامل المكونات. نضيف قشور ليمونة اللي هو اختياري إذا كان عندكم متواجد، يضيف نكهة رائعة قشور الليمون. بعد نبدأ نضيف الفرينة تدريجيا وخميرة كيميائية 10 غرام، وضفت كذلك كأس إلا ربع حتى الكأس ممكن تاع مايزينا. هذه هي العجينة، لازم هكذا تكون طرية وتتلاصق غير شوية ماشي بزاف، ما تعملوهاش يابسة باش الكاطو يجيكم من بعد طري. الآن شكلها إلى كرات. الفرن عملته يسخن كذلك على 180 درجة. صينية فرشت فيها ورق، نعمل قليل من الزيت هيدا في الدية باش ما يبقاش العجين يلصق لي في الدية. نعمل كريات كل واحدة على حسب الذوق تاعو، كاين اللي يحبهم كبار كاين اللي يحب صغار او متوسطين هيدا. مباشرة نحطهم في الصينية اللي راها مفرشة بورق الطهي او تدهنوها بالزيت بالقليل من الزيت. نكمل كامل هيدا بهذه الطريقة، عملتهم كوار كامل. وبهذا الجمول عملته هيدا في الفرينة، والآن نطبع الحبة بهذا الشكل ونحي غير بشوية. في كل مرة نعملو هذا الطابع في الفرينة. الآن دخلهم للفرن. بعد ما خرجتهم من الفرن مباشرة غادي نزينهم في الوسط بالقليل من معجون المشماش. هذا هو اللون تاعهم بعد ما يطيبوا، ياخذوا لون ذهبي من تحت فقط. انا حطيتهم في الرف الوسطاني. عندي كذلك القليل من مربى المشمش، راني ندهن به هيدا بالبانسو في الجوانب. هيدا في جوز الهند، هذا الشيء يبقى اختياري كتزيين فقط. ممكن تلصقوا الحبة مع اختها بالمعجون او بالشوكولا. هذه هي كانت وصفة اليوم، جبنينة تذوب في الفم. تبعوا فقط الخطوات والمقادير، واللي عجبته الوصفة يضغط على زر اعجاب اللي تحت الفيديو ويعمل الاشتراك ويفعل الجرس ليصله كل جديد. الجرس اللي بجانب اشتراك فعلوا الكل. الى فيديو اخر ان شاء الله، دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.